السلام عليكم. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نتعرف على كيفية عمل استلال الذكاء الاصطناعي بواسطة التيرنتين. ندخل على رابط التيرنتين، من ثم ندخل على اللوجين الحساب. ندخل الحساب الخاص بنا، الحساب مالتنا. هذا حساب التيرنتين، ندخل على احنا المتبع عندنا كوك سبميت، من ثم أذهب على Submit. الآن هنا يقول لك هذول الخيارات. طبعا بالمناسبة هو استلال الذكاء الصناعي هو نفس الخطوات لرفع الملف للاستلال العادي، زين، بس راح نعرف شلون راح ننزل استلال الذكاء. وين راح تبحث؟ أقول الإنترنت، نبحث لي بالإنترنت، وكذلك بالستيودنت بيبر والجورنر والببلشر. هنا كلش مهمة، لازم أقول له نو ريبوستري اللي هي ما ينحفظ بالتيرنتين، لأن إذا انحفظ فبالمرة القادمة بنسوي استلال هيظهر لك نسبة الاستلال 100%. بالمناسبة نقدر ينحذف إذا صارت خطأ، يعني إذا صار خطأ عندكم، إذا حد غلط وانطه هذه نساها والرفع صارت الاستلال نسبة 100%، نقدر نراسل عن طريق راسل التيرنتين هذه الحسابات. اقدر ادزلهم رسالة، زين، وادزلهم عن عنوان السبميت، العفو، اي نعم، رقم السبميت بالضبط، رقم السبميت اللي انا رفعته، وخلال تقريبا يومين يقولوا لي انه مسح، يدزوا لي رسالة انه مسح. طبعا هذا فقط للادمن، يعني فقط الادمن عنده صلاحية يراسلهم. زين، هنا أنا أدخل يعني الاسم، أي اسم أنا أريده مثلا. وهنا أنا التايتل، أي تايتل، على الأغلب ندخل أرقام بسهولة. وأجي هنا أنا أرفع الملف من الحاسبة، أجي هذا هو الملف، أقول له أبلود. هنا يظهر لي ملخص للبحث اللي انا رفعته، العنوان، التايتل، السايز مالته، عدد الصفحات، كم كلمة الى اخره. اقول له موافق واكمل الاسايمنت. انتظر شوية اما يكمل، هذا يصير باللون، يعني تظهر نسبة هنا. أنا أجي أرفرش الصفحة، حاليا كمل. هنا أنا لازم أقعد أدور يعني وين هو، فأني أسهل طريقة إنه شفتها أروح على آخر شي، زين، اللي هو آخر صفحة عندي، وأقول له الديت. هذا راح يرتب ليها على حسب التواريخ، فيظهر لي من البداية للنهاية. من أقول له هذه راح يظهر لي آخر واحد، هذا هو اللي أنا رفعته، زين. أدخل هنا أنا. ننتظر عمان يحمل. خلي أرجع ثاني داخل على المودرن. أنا ظهر لي يقول لي تريد تحمل النسخة PDF اللي انت رفعتها، انا ما احتاجها. انتظر شوية، زين. بس هنا كنا نعرف انه نسبة الاستلال هذا اللي باللون الاحمر ده يظهر لي، زين. اجي هنا هذه عدد الاستلال حسب يعني الموقع او المجلة اللي ماخذ من عندها، او البيبر اللي ماخذ من عندها، زي نسبة الاستلال هنا 20. تعليمات وزارة التعليم تقول انه المصادر لازم تنشال، زين، كذلك نسبة 1%، والكوتيشن هذا اكسكلود انه اشيلهن، وانطي ابلاي. حاليا هذا كل اللي امامنا
انه الاستلال بالطريقة العادية. زين، اريد اشوف الاستلال بالذكاء الاصطناعي. نسبة الاستلال هنا ظهرت لي صفر، ما عندي استلال بالذكاء الاصطناعي. زين، اللي هو الاي اي Artificial Intelligence ما عندي. زين، اذا اريد احمل الملف شلون احمله؟ اكو هنا خاصية انضافت بالترنتين اللي هو يقول لي نيو جو تو نيو فيو. هذه تظهر لي خصائص اضافية بالاستلال، تفيد المجلة يعني ايش قد هو ماخذ من هذا البحث، كم كلمة ماخذ من هذا البحث، يعني هواي تفاصيل كلش مفيدة. هذا كملخص. زين، حتى يظهر لك مثلا هنا اي جامعة، جامعة تكنولوجية مثلا، زين الى اخره، والبيبر هذا ايش قد النسبة اخذ من عنده، كم كلمة اخذ من عنده الى اخره. بالاضافة عند هنا كتعليمات وزارة اللي هي الفلاج. لا انا ما عندي الفلاج. المقصود بالفلاجز انه التلاعب بده يصير بالذكاء، العفو، في كتابة البحوث. على سبيل المثال يعني مثلا كلمة مثلا بوك يضيف بالنهاية مثلا حرف، على سبيل المثال يضيف اي او اس بالنهاية. زين، ويظل له باللون الابيض و يمسحها، يعني يظل له باللون الابيض فما يبين، العفو. زين، هذه الحالة التيرنتين يعني يعتبرها انه غير كلمة هذه. فهاي الفلاكس هي اللي حتأثر تبين يعني تظهر لك اياها، يعني حتى لو اي شيء محذوف تظهر لك اياها، من تضغط عليها هيظهر لك اي شيء بالبيبر اللي رفعته. مثل ما ذكرت نسبة الذكاء الاصطناعي هنا انا عندي صفر. زين، ما ظهر لي هذا البحث، ما بي ذكاء اصطناعي. زين، اريد احمله، اروح هنا أنا واقول له الاي اي ريبورت، هينزل لي ريبورت مشابه بالضبط للريبورت اللي احنا نعرفه بالطريقة الاعتيادية. زين، اشوفكم فد مثال. هذا هو امامنا ريبورت الذكاء الاصطناعي، ايضا يعطيني اسمه والتاريخ طبعا هنا اللي انت عملته. طبعا هذا غير، هنا نشوف ظهرت لي نسبة 12%. زين، هذا بالاي اي. زين، انزل بالاسفل، ايضا راح يأشر لي مثل ما نعرفه بالالوان، راح يأشر لي مثلا وين. اها بالضبط، هذا هو، وهذا كله هو بالذكاء الاصطناعي. زين، نشوف بعد وين. ماكو بعد، يمكن هذا مثلا يأشر لي عليهم. كذلك السب مشين هنا العادي مثل ما ذكرت، قلت يعني نانش قد يعني مثلا ما أخذ نسب، أقدر مثلا أدخل على السورس. زين، يعني شوف ما أخذ نسبة من هذا، أقدر أدخل على هذا. بالمناسبة خلي إذا، وأقدر أرجع على الكلاسيك فيو. ثيناتين تقدرون تستخدموهن. اكو خاصية ايضا مفيدة بالترنتين احب اذكرها هنا، انه على سبيل المثال اريد اشوف هذا البحث ما اخذ من عنده 5%. زين، اشوف شنو هذا البحث، ادخل عليه، خلينا نشوف. مرات يودي مرات ما يودي، هسه هنا اشوف ما وداني، نشوف الغيره، مو كلهن اقدر ادخل لهم. ها بصراحة خاصية كلش مهمة. شوف هسه هنا انا اقول لك ماخذ من هذا البحث، زين، اللي هو اي تروبل اي. ننتظر عما نتحمل، واقدر انزل للبحث. زين، واشوف شنو اللي ماخذ من عنده. ممكن يكون اكو فد صور اللي كريزلت ماخذها من عند هذا البحث، اذا انا اشيك. زين، كذلك ممكن اقدر اشيك يكون جداول نفسين. زين، هذا ايضا خاصية كلش مهمة بالترنتين. كذلك اقدر احمل من هنا الاستلال العادي، اقدر احمل ديجيتال ريبورت يعني ريبورت ينزل لي، واقدر احمل الاورجينال سبميت الملف اللي رفعته بالبداية.
إن شاء الله الشرح كان واضح وشكرا جزيلا.